عروسة ماتت بالفستان الأبيض، وفرح اتحول لعزاء، وصدمة بتصيب الحضور. يا ترى ايه الحكاية؟ القصة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطار من مدير مستشفى خاص بمدينة بني مزار بوصول نانسي عروسة المنيا، صاحبة 19 سنة المقيمة في إحدى قرى مركز مغاغة. خبر وفاتها بإحدى المستشفيات متأثرة بأزمة قلبية، وفشلت عمليات إنقاذها بالتنفس الصناعي، وده اللي أدى لوفاتها في الحال. واللي حصل ده كان بسبب تعرضها لأزمة قلبية خلال حفل زفافها. فأكد شهود عيان من الحاضرين والمدعوين لحفل زفاف نانسي تعرض العروسة لأزمة في التنفس بعد التقاطها الصور التذكارية مع عرسها بإحدى أماكن الفوتو سيشن. لتتحرك نانسي للذهاب داخل السيارة للكنيسة لحضور صلاة إكليل الجواز بدون الاهتمام لشعورها بأزمة في التنفس. وتم إثبات أن الوعكة الصحية اللي تعرضت ليها العروسة هي أزمة قلبية أصابتها بعد الانتهاء من التقاط صور الفوتو سيشن. وشعرت نانسي بالتعب خلال طريقها لإحدى الكنائس بمركز بني مزار لصلاة الإكليل، لتتحول وجهة نانسي للمستشفى بدلا من الذهاب للكنيسة بعد اكتشافها إنها تشعر بأزمة قلبية. لتتم محاولات إنقاذ نانسي عن طريق أجهزة التنفس الصناعي لإصابتها بأزمة في التنفس وأزمة قلبية. لتصل نانسي في النهاية بعد محاولات إنقاذها لمشرحة مستشفى خاص بمركز بني مزار بدلا من الذهاب للكنيسة لصلاة إكليل الزفاف. وكشف تقرير مفتش الصحة وفاة عروس المنيا نانسي نتيجة توقف في عضلة القلب والتنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية. وكشفت الجهات الأمنية أنه تم تحرير محضر بالواقع، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق بما حدث، ليتحول فرح نانسي عروسة المنيا ابنة 19 عام المقيمة في إحدى قرى مركز مغاغة لما يتم. ويسيطر الحزن على الأهل من الحاضرين والمدعوين، ويمتد الحزن على وفاة نانسي مرتدية الفستان الأبيض بعد ذلك لمنصات التواصل الاجتماعي لتكسب دعوات الجميع لها بالرحمة، وتتحول المنصات لسرادق عزاء حزنا على وفاة ابنة محافظة المنيا في يوم زفافها.